بناء السن المكسور بجلسة واحدة فقط. معكم دكتورة دينا قاسم مالك، طبيبة أسنان في أربيل، مجمع النور الطبي، شارع الأطباء. زارنا هذا المراجع اليوم للعيادة وهو يعاني من كسر في السن الأمامي، وقد تم العلاج بيوم واحد فقط بعد التأكد من نظافة جذر السن. وبعد تعقيم السن وتم تصليحه بمادة الزرقون بإضافة طبقات حتى يكتمل البناء ويكون قوي جدا. شكرا. لفة كأنما حشو جذر قديم وكان طالع من مكانه، كان يزعجك سابقا؟ ايه يأذيك؟ كان يأذيني قبل. ايه والحمد لله هلا الدكتورة طلع، كان مثل حجر او شيء. عافية، يعني مرتاح هسه؟ ايه الحمد لله. وما في ألم؟ ما في ألم. مشكورة دكتورة. حبيت النتيجة؟ مشكورة، عاشت ايدك. مبروك.